يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى من لدنه وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا مولانا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وفقها وخوفا وتقا وورعا لك منك في الدين برحمتك ورضاك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نسألك الرضا بالقضاء، ونسألك الأمن عند اللقاء، ونسألك اللهم يا ربنا منازل الشهداء، ونسألك اللهم عيش السعداء، ونسألك اللهم يا ربنا مرافقة الأنبياء، وخاصة يا رب مرافقة الأمين عبدك مولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الفردوس الأعلى برحمتك ورضاك يا أرحم الراحمين. أخوانا، عنا سورة عظيمة في القرآن الكريم سماها الحق سبحانه وتعالى سورة الحجرات. سورة الحجرات يعني المقصود فيها حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نحن بنعرف أنه يعني كل وحدة كان من أمهات المؤمنين الطاهرات، من السيدة عائشة، السيدة حفصة، السيدة ميمون، السيدة أم سلمة، الله يرضى عنهم جميع، إلى حجرة اسمها حجرة. نحن بنسميها بيت، هي اسمها حجرة. فالقرآن سمى سورة بسورة إيش إخواني؟ سورة الحجرات. نعم. الآن سبحان الله، كان يسميها علماء الإسلام سورة الآداب. سورة الآداب يعني سورة الحجرات كلها أدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع سادتنا الصحابة، آداب الخطاب مع حضرة الرسول. ما بصير النادي النبي إيه يا محمد، لا، هي قلة أدب مع حضرة النبي. أو شيخ نص الشارع ماشي تصيح عليه قدام كل الناس، هي قلة أدب. هذا الإنسان اللي بيساويك هذا قليل أدب، لأنه العالم هو عبارة عن صورة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالما بيحترم العالم ما بيحترم النبي، والما بيحترم النبي ما بيحترم الدين، والما بيحترم الدين ما بيحترم الله عز وجل، والما بيحترم الله الدين بريء منه مين ما كان يكون، مين ما كان يكون. الدين ما عنده مساومة لحد خالص إخواني أبدا. الله يأدبنا بآداب الدين والقرآن الكريم. فالآن إن شاء الله بدنا نقرأ سورة الحجرات هيك، ويعني نستفيد منها بعض الأحكام إن شاء السميع العليم يا رب. إخواننا، سورة الحجرات الجزء 26، إذا حدا بده جنبه مصحف مشان يتابع. الصفحة عندي 516، الجزء 26. نعم، الصفحة 516، سورة الحجرات يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
أقدمه بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. إخواننا، طبعا الخطاب في القرآن الكريم، احفظوه إخواني، الخطاب في القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول خطاب يا أيها الذين آمنوا، الخطاب الثاني يا أيها الناس. فقال أهل العلم، سادتنا العلماء الأجلاء، إذا رأيت الخطاب يا أيها الذين آمنوا معناته يتكلم عن ناس مؤمنين، ناس مسلمين، ناس ثبت الإيمان في أركان وحشائش قلوبهم، صار الإيمان جوا. فقال أهل العلم، خطاب يا أيها الذين آمنوا يعني يا من ثبت الإيمان في قلوبكم. لمين الخطاب هذا؟ اسمع، لمين يا أخوان الخطاب هذا؟ الخطاب هذا غالبا ما كان لأهل المدينة المنورة، يعني أهل المدينة. الله يطعمكم زارة المدينة، قولوا آمين يا رب، ويرحم أمواتكم يا رب. أخوي حج نايف أبو خليل، الله يبارك فيك يا رب، يرحم والدك ووالدتك وكل أمة سيدنا محمد. أنت كنت صديق الوالد، فأنا بودك لأنه كنت تود الوالد. الله يرضى عليك أخوي أبو خليل حج نايف المحترم. فأخواني، كلمة يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب غالبا ما كان لأهل المدينة المنورة. وأما إذا رأيت الخطاب موجه بيا أيها الناس، فغالبا ما هذا الخطاب يكون لأهل مكة. فأهل المدينة كانوا أطيب قلوبا وأرق أفئدة مع سيدنا محمد، كانوا أطيب يعني قلوب وأطيب صفاء وأطيب روح مع النبي صلى الله عليه وسلم. أهل المدينة المنورة التي تنورت بنور النبي صلى الله عليه وسلم، الله يرضى عن كل أهل المدينة. أما خطاب يا أيها الناس فغالبا كان لأهل مكة، لأنه أهل مكة بتعرفوا النبي هجر. قال أهل اللغة، ما منقول النبي هاجر، لا، النبي هجر بمعنى يعني أرغم إجباري عنه، هجروا لو كان ما بده يهاجر، عبدوا إلى الله. لكن يوم اللي ما استفاد بالدعوة شيء هجر إلى المدينة المنورة. نحن نقول هاجر صحيح، لكن هي الأصل هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. فكلمة يا الذين آمنوا غالبا خطاب لأهل المدينة المنورة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني على الأدب، شوف الأدب ما أحلى، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا إله إلا الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله بحق مين؟ بحق سيدنا أبو بكر
وحق سيدنا عمر. النبي كان يعيد الكلام عليهم مرة مرتين ثلاثة حتى يفهم منن صلى الله عليه وسلم. يعني على أدب الصحابة. الله يرضى عن سيدنا أبي بكر وعن سيدنا عمر. والله يا رب نشهدك ونشهد الملائكة في السماوات السبع ونشهد حضرة الملائكة بالعرش والكرسي والبيت المعمور ونشهد الكعبة الشريفة ومن طاف حولها ونشهد المدينة المنورة ومن زار صاحبها أن قلوبنا معلقة بك ومعلقة بسيدنا محمد ومعلقة بسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر. والله حتى ننام تحت أطباق التراب ومعلقة قلوبنا بالصاحبين، واحد هون واحد هون، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. يا عيني. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ينادوا سيدنا الرسول من وراء إيش؟ الحجرات. ينادوا سيدنا النبي من وراء الحجرات. الأقرع بن حابس اللي صاح إيه يا محمد اخرج إلينا، مدحنا زين وذمنا شين. فخرج إليه سيدنا محمد وهو يقول له ويحك ذلك الله اللي بمدح وبزم هو الله، لا أنا ولا أنت ولك. اللي بمدح هو الله، هو اللي بزم جل جلاله. مين أنت حتى تمدح وتزم؟ مين أنت حتى تقيم الناس أو تقيم أنت سادتنا العلماء الأجلاء؟ أنت ما خرج تقيم أنت نفسك ولا ضميرك حتى تقيم سادتنا العلماء الأجلاء؟ ها؟ ولكن إخواننا لنا حساب أمام الله تعالى، بدنا نوقف قدام الله ونتحاسب جل جلاله. مين أنت حتى تقومني؟ أنا واحد الناس العبد الفقير، أنا خادم لكم. أنا الله أعطاني علم أمانة حتى أبلغه. أماني والله لا أعلم منكم ولا أحسن منكم. والله لا أفهم منكم، لا والله عزة هالقرآن. الله علمني أمانة، لو ما الله ما علمني شو استفيد طيب؟ مثل باقي الناس. بجوز أحكي على سادتنا العلماء، بجوز أحكي على أهل العلم. لكن الله أعطاني علم أمانة. فيا أخوانا أنت تيجي تقومني؟ في إيش؟ حفظان لي كلمتين. حسب حالك تدعى على رجل الدين قدام الناس أو قدام الآخرين، لك والله لا أنت ولك والله لا الأكبر منك ولك والله ولا الدنيا كلها بحسن حدا بيرد علينا. بس لأنه منخاف الله ألسنت الناس طويلة علينا، لأنه منحسب حساب لله ألسنت الناس طويلة علينا. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا، ما في عقل ما في دين، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا، يا عين على القرآن، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أجتك كلمة عن واحد أخونا مع السريع تتاخد وبفعل وبترك. طب طول بالك يا أخي، تأكد يا أخي، تأكد من الكلمة اللي جتك. أنت يوم الله في حساب لك، يوم الله في جنة وفي نار. لا تأخذك على السريع العبطة وتحكي وتضرب، طول بالك. خيو اليوم إجاك كلمة عني أنا العبد الفقير لله، أنا العبد الفقير لله، أنا أجتك كلمة عني؟ خيو أنا أجتك كلمة أنا زلمة بتعامل بالسحر؟ خيو أنا عبقل لك عن حالي أنا. معلش أنا الشيخ أبو ضياء فضل الله تعالى
خادم لحضرة سيدنا النبي لحضرة أخواننا المؤمنين. أنا ألي عز وفخر الله أعطاني على بتفاخر وبتبهى قدام كل الناس، الله أعطاني علم والدين حتى أخدم سيدنا الرسول الله عز وجل. والله أتمسكن أنا ما بد... ليش ما بدك؟ ليش؟ خليك عزيز مع الله الرسول، لا تنزل أنت، الله عزك سيدنا محمد خليك عزيز. والله أنا ماني شيخ وأنا ما بستاهل، مش... ليش ما بتستاهل؟ ليش؟ هذا موزل، هذا 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 احتقار. هذا الله اعطاني الدين، اعطاني بفتخر، الله جعلني رجل دين وعالم فضل الله ومتعلم. انا عم بتعلم اسم متعلم، عم بطلب العلم، ما عيب ولا حرام. الزل والانكسار بالقلب جوا مو بالحكي قدام الناس، الله بيعرف الحقيقه. الله يرضى عن سيدي الشيخ احمد الرفاعي الكبير اللي هو كان سيد المتواضعين، سلطان الاقطاب الاربعه بالذل والتواضع، الله يرضى عنه وارضاه. سمعت عني خبر، ايش موقفك انت من الدين وموقف القران منك؟ على السريع عن موضوع السلام عليكم، اهلا وسهلا، جاشب عندك كاسه شاي، مين الاخ الكريم؟ بدي اعرفك مين، خيو انا فلان، من ايه الاخ الكريم؟ خيو والله من حربل، من عنكرم الضيعه، من مارع، من الشيخ عيسى، من تليلين، من محوش، من احرس، كلاتنا اخوه في الدين. اهلا وسهلا تفضل. اما سمعت عنك هيك هيك هيك، انت زلمه بتعامل بالسحر. يا سيدي الله يجزاك الخير، والله انا كثير بشكرك وبقبل ايدك وبحطها على راسي لانه جبت لي معلومه جديده. أخي الكريم، أولا القرآن يقول: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إيه فيا أخواني، إيش أنت سمعت عني أخي الكريم؟ جيب لي الأدلة من القرآن أو السنة الشريفة أو أقوال الناس. أنا ضريت حدا؟ أنا أزيت حدا؟ أنا سحرت حدا؟ نعم أنا بقرأ رقية شرعية أمام الناس كلياتها والفيديو يكون مليان جنبي، لا حالي واحد إلا يكون في اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة البيت مليان. معلش غلط؟ قل لي غلط، ما عيب ولا حرام، الله يجزاك الخير. صح؟ قل لي الله يجزاك الخير. ها؟ فما نتهم الناس يا أخوانا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ها؟ لذلك يا أخوانا الله يرزقنا لسانا ذاكرة، لأنه بكرة بدك تتعلق أنت من لسانك. ها، قبل ما نذكر الحديث وما لحقنا اليوم، بكرة ما نذكره حرمة الغيبة اللي الله هلا ذكرها في القرآن وهلا بدها تيجي معنا. اسمع: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان. أخوانا من باب تقدير المعروف، تحية إجلال إلى روح عمي ووالدي المحب لله ولسيدنا رسول الله من أكابر الصالحين ببلدة عزمارين، سيدنا الشيخ فاتح. الله يجعل قبرك يا عمي الشيخ فاتح مفتوح على جنات النعيم، وسلامي لكل أولاد عمي الشيخ فاتح وخاصة حاج مروان وكل إخواننا المحترمين من آل نعيم الطيبين المحترمين. الله يرضى عن كل أهالي عزمارين الطيبين وكل أمة سيدنا محمد. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين
الذين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. معنى إخواني تفيء بمعنى إيه؟ ترجع، هيك أمرنا القرآن والدين. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، يعني ده تدخل مدخل صلح، مدخل صلح لازم إيش؟ يعني تدخل بالخير، تحكي الحق، ما تروح لا يمين ولا شمال. شوف منك قد تحكي الحق أنسحب، والدليل على ذلك معقول عم أبو ضياء أنسحب إيه؟ النبي خلاك، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما بتقول حق خير، خي والله ماني قد، معليش أنت عند الله لك أجر لأن أنت انسحبت لله حتى ما تقول شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثبتوا أخواننا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم جاره، فليقل خيرا أو ليصمت. أما لنحن شو شغلة صغيرة نتعالق فيها، أنا ما بحكي إلا الحق، أنا طول بالك طول بالك، حارتنا ضيجة ونعرف بعضنا. انت تقول الحق، انت استجرت تقول الحق قدام سلطان جائر، هات ولا نشوف. يلا انا اللي بقول لك، انا اذا بتنقص من لك الله يقصر لك اياها ان شاء الله. انت تقول الحق، انت ما سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟ انت رحت للسلطان الجائر قلت له كلمة الحق اتق الله؟ انت قلت له للسلطان الجائر اتق الله في الرعية؟ انت قلت له اتق الله في الفقراء والارامل والمساكين والايتام؟ انت قلت له اتق الله في دماء المسلمين؟ انت لك اخواننا خلاص، ما لك قد الحمل، قل له يا رب لا يكلف الله نفسا لا وسعها. لك انا خطيب وبعرف، واخواني العلماء بيعرفوا، كنا نحكي بس ضمن خط مرسوم، ما كنا نطلع برا الحق ابدا. قال الله، قال الرسول: لا تغتابوا، لا تنموا، لا كذا، هي كلها بعضها. بقى تجي تسالي حالك قدامي، انت من الاتقياء وانت وانت وصلاه ما بتصلي وعبدها تقول الحق، كل واحد يضب لسانه احسن له، لانه عم يسجل عليك الملائكه. وبكره قضي يقول لك كذاب، انت كذاب كذاب، الملك عم يقول لك كذاب كذبت. لذلك ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فما احد اخواننا يعني كل واحد بيعرف موضوعه، خليك على موضوعك اريح لك. انا هيك لهون، انا بس لهون هيك لقدامها بسجل، والله عم بحكي لك الصدق، ماني قد الحمل يا اخي، ماني قد الحمل، حمل اخ اعلى مني. الله يجعلنا من اهل الخير واللسان العامر بذكر الله بس. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. شو كلمة انما؟ كافة مكفوفة، كفت ما كفت ان عن العمل، كافة مكفوفة، انما كافة مكفوفة لا عمل لها. نعم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء
عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا يغتب بعضكم بعضا الله يعين على التجويد كما أخواننا كله أخذناه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيحب الله شوف على الاستفهام في اللغة العربية اسمه الاستفهام الإنكاري التحقيري الله عم بيستحقر هذا الشخص أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الذين آمنوا لك يا من ثبت الإيمان في قلوبكم لا أحد يسخر من أحد لك لا تستأذن فيه ولا تتمسخر عليه ما لك أقوس منه ولا لك أحسن منه بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان لك الله سماك فاسق بعد ما ثبت الإيمان بقلبك بضميرك ترضى تكون انت فاسق والله يا اخواني ما حدا برضاها جل جلاله لذلك يا اخوانا ديروا بالكم ضبوا ألسنتكم عن الناس لكن ان كان ولا بد تحكي غيب احكي على امك وابوك لان اصل وجودك في هالكون ومن لم يتف فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ليه تتجسس على أخيك المؤمن ليه تتجسس على جارتك ليه أخواني ليه لا تتجسس على حدا بتحب أنت حدا يتجسس على زوجتك بتحب أنت حدا يتجسس على عرضك بتحب أنت حدا يتجسس على شرفك وكرامتك ليه عم تتجسس على الناس؟ ليه عم تأذي الناس؟ شلون بدك تلاقي الله بكره وانت عم تأذي الناس؟ ما عم بتخاف الله يبعث لك مرض السرطان بلسانك يحرمك حتى المي؟ ما عم بتخاف الله يبعث لك مرض السرطان بحلقك يحرمك الطعام والشراب؟ عم تأذي الناس؟ ليه يا اخوانا ليه؟ اجتنبوا كثيرا من الظن النبي يقول الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أنا بحكي الشيء اللي بستفيد منه الشيء اللي بقصد فيه لله عز وجل نحن بنحاول نبين الشيء اللي الله أمرنا بتبيانه لذلك يا أخوان أيحب أحدكم شو رأيكم هاتوا لشوف هلا أخواني أنتوا عم تسمع هلا أخو بعدين اليوم نبأوك أو خبروك أخوك الكبير فلان توفي رحمه الله بحادث وفاة طبيعية وقع انتهى الأجل صار رجل كبير انتو سبعة من شباب أخوك الكبير توفى عنده أولاد عنده زوجة شوف على الموقف القرآني الرباني اللي الله ذكره بالقرآن العظيم خبروك أخوك توفي اجت العشيرة اجت اولاد العم اجوا اولاد الخال اجت العالم كله زلمة معروف عمره هذاك العمر والله انا كثير بحبه لاخوي اكبر شيء ايه اجا واحد
قلنا له بتحب لاخوك؟ قال اخوي روحي بفدي على ان شاء الله، الله اخذ من عمري حط في عمره بس ضل طيب، هو كان بدل ابونا هو هو. قلنا لك بتحبه؟ قال قلنا لك خذ لك شغفه من هون، هون محلين، هون محل العضل، هون هيك محل هالايش هل يعني العضله هون، عبي لك لقمه من تمه من تمك وكلها، شو رايكن؟ كل لقمه لحمه من اخوك وهو ميت، يعني حاله كونه ميت. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا؟ ميتا حال، اي حاله كونه ميت، حال منصوبه. شو رايك؟ تاكله؟ تاكله يا اخواني؟ يعني اذا كنت تكره ان تاكل لحم اخيك ميتا او ميتا فكذلك اكرهوا الغيبة يا عباد الله، لأنه الملائكة عم بتسجل عليكم كل شيء. الملائكة عم بتسجل عليكم كل شيء بتحكوا. والله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، يعني حطوا حاجز وحاجب بينكم وبين المعاصي، هي التقوى. خلوا الله هيك سبحانه وتعالى دائما شهادته عليكم، ستروا عليكم. الله لا يفضحنا يا أخواننا، لأنه إذا الله فضحنا أخسرنا الدنيا والآخرة. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تعرفوا السيدة عائشة الله يرضى عنها أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة المطهرة من فوق سبع سماوات طباق، يعني تعرفوا الضرائب بتزعلوا مع بعض، شيء عادي طبيعي يعني. فقام حكت هيك يعني كلمة كأنه على أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي شو قال له؟ قالت له يكفيك من صفية أنها قصيرة. قال يعني الله خلقها طيب، شو المشكلة يعني؟ فشو قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا عائشة أنت عم بتقولي على صفية قصيرة، هالكلمة عند الله كبيرة. ليش؟ لأنه الخالق الله، اللي خلقك هو الله وكونك، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وكذا. يا عائشة لقد تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لأنتنته. تكلمت أنت هلا بكلمة لو مزجت بماء البحر لأنتنت ماء البحر، لعظمها لبشاعتها، عبر ما شئت. النبي عم بيقول لو وزنت أو لو وضعت في ماء البحر، مراد من صعوبته، لأنه هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ ليش أنت مبالك اللي خلق فلان أعرج وفلان خلقه بعين وحدة ودان قصيرة وإجر طويل إجر قصيرة، بده عملية شي 300 400 ألف، وانت ما شاء الله طول وجمال وعضلات، قادر الله ياخذن منك يعطي له بلحظة واحدة. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا به لك ثم لا تجد لك علينا به وكيلا. إلا رحمة من ربك ترجوها، إن فضله كان عليك كبيرا. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بكرة إن شاء الله درسنا كله على الغيبة. اسمع، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم غلط، انتبه، وجعلناكم غلط، وجعل اسمه ايه؟ لام الفعل، يجب ان تظهر لام الفعل. وجعلناكم غلط، من عيد، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شايفين مين التقي؟
التقي عند الله التقي بس. التقي عند الله اللي بخاف الله، التقي اللي بخلص حاله قدام الله من ضمة القبر، التقي اللي بثبت بكرة يوم سؤال الملاكين من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، التقي اللي بنور قبره بنور وكثرة الصلاة على صاحب النور والأنوار سيدنا محمد اللي كل حياته صلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلبه معمر بذكر الله والصلاة على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا التقي اللي يوم الله بنجي أخوانا. شايف؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لذلك يا أخوانا لا بالدقن ولا باللفة، هي كماليات اسمها، انتبهوا، هي اسمها كماليات. طبعا يعني هيك مع محبة لأخوي علي الله يبارك فيك، أخونا علي يعني معروف علي حداد، لكن هو اسمه يعني غير اسم لكن معروف في علي حداد، علينا حاج علي الغالي، الله يستعمل أجسامنا فيما يرضي الله ويرضي رسوله، والله يجعلنا نستعمل أصواتنا فيما يرضي الله ورسوله. والله يا أخوانا لأن الصوت أمانة من الله، والله لو كنت أبغي المال عندما كنت شاب وكنت أقلد أديب الدايخ رحمه الله حبيبي ونور قلبي أديب الدايخ أبو ضياء، ما أحببت أحدا مثله لا قبل ولا بعد، بصوته الجميل الرقراق المبكي، صوت الملائكة، المحب لله ولسيدنا رسول الله لسيدنا الشيخ أبو النصر سيدنا الشيخ عبد الباسط سيدي الشيخ محمد النفاني أديب الدايخ رحمك الله يا أديب الدايخ، الله يجعل قبرك روضة من رياض الجنة من كثر ما بحبك وسميت على اسمك من كثر حبي إليك. والله يا أخواني لو كنت أبغي يعني